طايحين اونبان. شنو هي اونبان؟ اونبان خفيف في هذه القفار، في هذه الصحراء الفرقاء. كنا طايحين اونبان، سمعنا حس وانا نفهم زهزه، قلت وين تسمع حس؟ وين تسمع حاجه خفيفه برك قاري ما تمشيش، نخدموها ونديمارو، معناتها ما كانش هذه تاع تقول نوصل للبلاصه الاخرى. هيا سمع واحد الحس في اللاكس، وهو حس باللي الحديد ياكل في بعضها. حبسنا رجليناها خمس دقائق برك، كانت شويه فونتابل تخل مع لاغريس، ولا يدير في واحد الحس تتحسبها حاجه كبيره، ما هي صح كنت تخليها دلك دقيقه. حبسنا لقيناها، عاودنا لاغريس فيه خمس دقائق ما طولناش، هبطنا كاع الباجاج لقيناها وعاودنا ديمارينا. حبسنا هنا درنا بوز، تغدينا معاهم ربي يحفظهم. اسم كريم عبد القادر، وشنو ولايه؟ بشار. بشار الله يبارك. كلينا لهم نص فطورهم كاع، ربي يحفظك يا اخي. وصاحبنا راه يطيب في نتاي من هافس. درك نروحوا له نشوفوه. حبسنا لقيناهم يطيبوا في الفطور، قارينا احنا عندنا واحد لونبان في الفيلو تاع زازا، كنت رايح نخدمها دركا، من بعدها قلت من بعد نخدمها رورمو. عدو رورمو راحت. بابا 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 با شوك شوك شوك، نورمال مو قاع ما نمشيش بالحفاتي معاك. السلام عليكم، واش الحال؟ لاباس. هاني ان شاء الله نهضر في الفيديو، قلت لك ليله لهم فطورهم، ريحنا معاهم ربي يحفظهم. اسم كريم يوسف الضيفي. يوسف الضيفي الضيفي بشار، ياك بشار الله يبارك يا خويا، بارك الله فيكم. زازا هو يصليهم، يصلي انا صليت وكملت. راك تريق الفيلات يا خويا عبر السبيل. ربي يحفظك، دعينا الله والله. قاعد عولو قاعد عولو قاعد عولو، ربي يسهل له اموراته وربي ان شاء الله وربي ان شاء الله. وصلنا للبروفمو تاع تب البالا اللي تدي الاضرار، وهنا يقولوا لها بير لطفي. نورمالمون هذه البلاصه اللي رانا فيها بير لطفي. درك كاينه واحد الستاسيون فما، وزازا كان قال لي دور نرقدوا فما في هذه الستاسيون اللي راها منا. قلت له انا ما نرقدش هنايا، قلت له نشوف بلاصه كالم فما الحس ومن وراها الوسخ شويه، قلت له نشوف بلاصه كالم. ونفرس لي لقيت هذه تاع بيت ترميم، هذه مانيش عارف شنو هي. اه دار ترميم هذه، قال لك هما اللي يخدموا الطرق ويسقموا البلاي كما راكم تشوفوها من البلاي. لا درك نسقسيه برك مولا اللي راه خدام هنايا، نسقسيه وندي لاطون تاعي هنايا كالم بعيد على القاشي، من فما فيها لا ديرونجمون لا والو. عندنا واحد المشكله في اللاكس، اللاكس بادي ياكل، مش عارف درك رايح نسقدو خاطرش عندنا فاني واحد الروم مو مكونسيا تقسيم المهام. انا هنا والزنبو في مع الباب. كنشوفو كيفاش تاكلوها، والله ماني عارف. ها هي زازا راه تخلي يرقد، وانا مانيش قادر نرقد خاطرش ديجا النوم طار عليا، مانيش عارف. كاين 132 كيلو الحاس يخبي. نورمالمون اليوم نديرها، الا كتب ربي، الا ما كتبش راني رايح بلاصه الطريق. كيما هاو جازا شنو هي هادي بلا ما بين. انا واعر بلا بي، علاه مازال ماكش شاك فيا؟ 10 130 كيلو، 130 كيلو ديجا 100 كيلو. نديرها نديرها درك تشوف 30 في الليل مش 30 130 كيلو يا خويا. قد وين تلاقاو في حاسي خبي؟ نبعث لك ستوريات من فما. خليت زازا في الستاسيون كيما شفتو، ديما راني نمشي بواحد 50 كيلو 50 كيلو هكذاك، ولا اللي نقدر نديرها نديرها. ومن بعد في هذا الطريق يسمى ما كانش مشاكل، ما كانش الكرارس ياسر فارقه الطريق في الليل. حاليا خلاص قررت نبات هنا بعيد على الطريق شويه، مشات والله ما على بالي 31 كيلو هكذاك. ليسونسيال هذه البلاصه
عجبتني هذه البلاصه بصح يقعد فيها البعير ياسر جمل، ما حبيتش نبات فيها. هاي نزيد نشعلكم طورش الاخر باش تزيدوا حيوين. هذه مسخه شويه، ما حبيتش نبات هنا. هاي ديجا هذه البلاصه تاع جمل اللي بات فيها في قلب الصحراء، ما ديرونجيك لا كروسه لا زازاين ولا بكري لا والو، دونك في قرطاك وديماري. صباح النور، بالك احسن رقده رقدتها في هذه الرحله. نوض ديريكت على البعير ياكل الجمل اللي ياكل في تحفة. نوض الصباح هكذاك جوي الثمانية هكذاك، نوض صورت واحد الجمال كانوا هنايا جاو نوضوني، حسبت كاش واحد جاي يمشي ولا مش عارف كيفاش فطنت لهم. ليسونسيال صورتهم، بعدها صليت وعاودت رقدت، حكمت في بلاصتي لحقت على 10 تاع الصباح. 10 جهد ما سخن الحال، راني كندير الكرسي كنديرو هنايا، كي بدا يسخن الحال شويه ويروح داك البرد داك تاع الصباح درك عندي ماري. ولاية تندوف ترى حد بكم تقرا هذه البلاكات تحسبها راها قريبه خلاص تندوف. نزلت لي 450 كيلومتر على تندوف. درت عري شويه كان شويه ظن، دارت المشكلات في الطريق حتى الدفاع نورمالمون زعما دار شي حاجه بصح شرح لي شوف جاب لي تمر يا ودي طيحتنا كاع السلام. الله يبارك الله يحفظك. الاسم كريم قدور مرسي قدور، الله يسرك خويا قدور. صح الله يسرك. البارح وصلت الحاسي خبي، قطعت انا مشيت 100 في الليل، مشيت 30 وفي النهار مشيت 100. البارح بيتين عند خونا عديس يوسف هذا واحد الانسان هو خالو تاريخ، ربي يحفظه يعطيه الصحه، يعطيكم كاع الصحه الله يسعدكم. ولي جي بيت هذه طريق القهوه هذه، مرحبا بكم في على لاكوش اون فاس للجامع، ما كانش مسهل منها كاع، ربي يحفظكم يعطيكم الصحه. ايوا تفني ربي في حاسي خبير انا الله يحفظك ويعطيك الصحة. ربي يحفظك ويعطيك الصحة. أي واحد يجي مرحبا به. ربي يسرك يعطيك الصحة. أنا ماشي واحد من الأجوبة. هذا هو صح. لدينا عبر السبيل. لدينا عبر السبيل معليش. ربي يحفظك. الله. آمين آمين. عدي مرة أشتر كان تكلوا على ربي. والله 47 أنا كاع مش مصدق بلي أنا نايض 47. في الطريق وانا نمشي حبيت
حبسنا تلاقينا بكم ربي يحفظهم حبسوا لي في الطريق. قال لي يا ودي انا جايب قال لي اشتكت بيدال يعني جايب لك هذه. يا ربي يحفظك يعطيك الصحه. اسم كريم؟ مويسي فتحي. مويسي فتحي. عمي احمد. عمي احمد. عمي احمد تاع الجزائر. بوزريعة. بوزريعة الله يبارك. هذه هي مطعم رزق الله. مطعم مقطب. عندي ريستوران في مقطب. في مقطب رزق الله. هذه هي طريق حاسي خبي ام العسل. في الجي بي اس تطلع لك 93 كيلو كاين من حاسي خبي لام العسل، وفي الصح في الريال كاينه 200 كيلو. قال لك هذه 80 كيلو. قال لك كاينه حتى الفور لطفي برك، معناتها حاسي خبي قال لك راك نطيب وانت تمشي ويا ربي توصل لها. 200 كيلو كاين قلطه تاع خرائط مانيش عارف هذه كيفاش قلطة. هذه أول مرة نخرج شي قلطة كيما هاك. قلطة الديفيرونس تاع 110 كيلو ياسر. كون جات 10 5 أنا معاك خاطرش ما عرف نلقاها بين البلاكا والصح. مشات واحد 50 كيلو هكذاك جاتها 60 70 ماني عارف. ليسونسيال من الصباح وأنا نمشي درك مش عارف. قلت بالك نسيت طونس البير هذايا خاطرش راه العبار فيه تاع سيوها بالك تشوفوا كيفاش خاطرش ملي جبتها تسع ما سيتهاش سولار. درك باور بانك داخل في وسط القصر. شنو هنا نشدها بالكروشي. هذا الكروشي من هنا بصح خاطر تقعد برك حتى نحكم بلاصه مليحه ليها. وبعد ليقلها درتها هنايا باش السمش تضرب فيها خاطرش هاي السمش طالعه هاك. نجربوها برك وخلاص. ليسونسيال واحد لالومب شعلت فيها خمرة بلي راح تشارجي ولي فيها الخير. ظل تاع شجرة ولا كيما هذاك قالوا عدونا نفطرون بعدها من ديمار. اليوم جمعة مش عارف شكون نوصل فور لطفي نصلي جمعة ولا مش كيتش نوصل لها. ايه فيها الخير الله ماني عارف. وانا نمشي في الطريق كيما هاك نلقى تليفون طايح. تليفون سمارت طايح. لقيت ليكرو شويه مكسره. ليكرو شويه مكسره مش عارف ان شاء الله يمشي لنا برك باش نشوفوا اخر اتصال دارو السيد هذايا في هذه الطريق في التليفون تاعو. دار اخر اتصال رايح نعيطوا له نقولوا له كيفاش يوصلنا المولى التليفون. على حسابه ما دلوش مده ملي طاح بالك اليوم بالك البارح معناتها في كاين شانس كبير باش نلقاو السيد هنايا قريب ما نلقاوش شي ماس في تندوف. والله والله كاينه واحد الحاجه سبيسيال ما عرفتش كيفاش نوصفها. وانا نمشي لسه ما فصلتش مازال في 300 كيلو تندور. يجيني شنين تلاقيت مع خاوتي من جلفه الحاجه الاولى ديريكت قال لي يا ودي هاو المفتاح راني ديجا قال لي هاو المفتاح روح ديريكت للدار هاو الكاي يا خويا بارك الله فيك. برك لوكاليزاسيون قام كيما لابريكات تاع لا ريشيرش ثم ديريكت راني ربي يحفظك والله. وقال لك اش ما تحتاج راني جاي من جلفة على سمانة ان شاء الله بربي ان شاء الله نتلاقاو. وإلا ما تلاقيناش مفتاح كيفاش نديه معايا للفري. خلاص يا راه عندي دار في تندوف انا ربي يحفظك والله خبرك الله فيك. بعد ما وصلت للأم العدس شنو هي ام العدس ام العسل وصلت ام العسل رحت ديريكت كومونديت واحد عدس علاش راني قلت لكم ام العدس. نفطر هنايا كانتني جوع خلاص مانيش قادر. ومن بعدها نشوفوا لي مارو ندير واحد نص ساعه هكذا كامل نشرب اتاي وريحوا شويه ومن بعدها ندير مارو. حكي هاي
هاو سيدي فرح حبيت بسيطة يا خويا بارك الله فيك هنا ونغسلها. هاي طريق تندوف مع انه طريق تمرست برس كيف كيف مع طريق تندوف ما كانش ديفيرانس كبير في المسافة من ناحية المسافة كيف كيف قاع 2000 كيلومتر معناتها للحدادة من الحدادة من زاير الحدود تعتين دو تعتمر راست كين 2100 نورمال مو كيلومتر وفاني نفس الحكاية من زايل تندوف الحدادة تاع موريتانيا 2100 مترك تندوف طريق تعتمر راست كنت مستانس فيها كنت كين مناظر الجبال اليدين طريق ما تكرهاش مالقري فيها طريق مكسرة ياسر مترك تندوف طريق لابس بيها هاي لكن ما راكم تشوفوا كان خليل وان كان مرسواته شوية برك مكسرة مش ياسر ما هيش حاجة ما فيهاش بيست نورمال مهضة صحاب سميات يعرفوها هذه الحكاية مي طريق تندوف تلعب لك على المورال ما فيها والو فارقة اسمها قاع طريق كومبليك معها. السلام عليكم واش راك خويا لباسة الحمد لله واحد يدير في ستوب في الصحراء هنا طريق تندوف تلعب لك على المورال فارقة كيما راكم تشوفوا ملي تمشي وانت كيما هاك حتى انتو اللي حاب تقطع 200 كيلو 300 كيلو ليسونسيال تكملها في النهار تبدا تفورسي البارح ماشي 180 اليوم رايح نمشي 200 يسمى فورسي خبرش تكملها ربي تلعب على المورال هذه طريق تندوف يسمى اليوم من هذه البلاصه راه باقي لي 170 كيلو على تندوف ورايح نمشي ليل ونهار مانيش عارف اللي نقدر نديرها نديرها نوصلوا لتندوف والله قبل كاين واحد الساسيون تاع 50 بلاك تصوروا فما الى لقينا حاجه تصور ولا ما لقيناش ندير فيها الخير ولا ما كانش بالك اكثر يتشك رايح مبات في نص طريق رايح مبات 40 كيلو على تندوف والله تبات عند كالشجرات كيما هذون والله تبع الطريق ليسونسيال تبع طريقك تروح تجبد الماكسيموم قال لك من هذوك البوتوات اللي راهم فما تاع تريسيتي وتبات فما والله ليسونسيال ما توليش باين في الطريق سلام اتشينا عطاها لنا السيد تاع سامي هذاك ربي يحفظه راه قال لي راني شفتك في التيك توك شفت الفيديو تاع قلت له والو هذاك الفيديو تاع اللي راك شفته في 500 هذاك تاع محمد غويلب كاينين وخنان فاني زوج واحد وخنان صحابي راهم يديروا في فواياج راهم في طريق تندوف راهم ديجا وصلوا لتندوف قلت له هذاك راه صاحبي مش انايا هيا قال لي قلت له اصبر نديروا فيديو نطلعوك في التيك توك قال لي مالك ما هاك نعطيك زوج تشينات راح زاد جبد تشينات دوزيام بارك الله فيه ربي يحفظه حاج بوزيان من ولاية بشر ساكن في تندوف ربي يحفظه جاء كما العادة الخير قال لك هاي وين حاجة مرحبا بك اي حاجة تحتاجها ربي يحفظه يعطيه الصحة تريك فارقة وانا في طريق تندوف كنت رايح نقاري باش نبات هي عيطت لي مولا تليفوني لا راكم برونشين مع الحكايه مولا التليفون اللي لقيته طايح في الطريق قالت لي رانا خارجين من تندوف باش نجي ندير تليفون قلت لها خلاص مرحبا قلت لها راك تلقيني في الطريق سما كنت رايح نقاري باش نبات وانا كي نقاري بعد على الطريق ياسر معناتها امبوسيبل رايحه تلقاني قلت لها يا ودي شوف راك تلقيني نمشي في الطريق وشحال هكذاك توصلي لي قالت لي ساعه هاي قلت لها مراكله في هذه الحكايه قالت لي قاعده تنسيستي كاش ما نجيب لك معايا عشاء واش نجيب لك قلت لها كلش كاين وهي في الحقيقه والله قاعده خبز وفرماج برك بصح كيني في الكار هذا تاع اني معناتها يا ودي راني لقيت لك تليفونك راني داير فيك بليزير جيبي لي معاك مانيش عارف شنو هي عشاء ما عاب هذه ما دارش يا خويا التليفون هذاك اللي راكم شفتوه في الفيديوهات اللي لقيته طايح
لقينا مولاه بعد ما شرجينا. هو التليفون راه لقى هذا السيد الله يجازيه الخير ان شاء الله. ما عدوش مده ملي طاح دو جور برك يا قلت له 3 ايام. اي مليح وراك عارف على بالك بلي ما كانش لي رايح يلقاه كل ما جيت ما فتش من الفيديو. بارك الله فيك بارك يضرب واحد العام باش يسيبوا واحد. بارك الله فيك يا خويا. خويا راه لقى لنا هذا الانسان ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يوصله وراه ماشي خير وطريق السلامه. يا خويا السلام عليكم. الله يلاقينا صحيح. السلام عليكم.